هم يحاربون تجربة أثبتت نجاعتها ونجاحها أمام فشل مناويلهم التنموية واختياراتهم الاقتصادية. هم يسعون لوعد التجربة التي عرتهم وفضحت سوء اختياراتهم الاقتصادية. نعتونا بأننا قرامطة، أنا رأيت السيد وزير ملك الدولة يقول قرامطة وغير وطنيين، وإحنا اللي خدمناه في الوطنية سويع زايدة بركة أكثر من عمره هو السيد هذا اللي يتهمنا أننا مناش وطنيين. الأرض أرضنا والأرض هي العرض، ولن نتنازل عن شبر منها، وإن حدث العكس فإننا سنخسر أنفسنا، وسيسجل التاريخ أننا كنا المتسببين في فشل تجربة حوكمة محلية واشتراكية واقتصاد اجتماعي تضامني، وهذا ما لا نرضاه لأنفسنا، لذلك لن يمر كلفنا ذلك ما كلفنا. تحية إلى جمن الأرض، تحية إلى جمن العرض، تحية إلى جمن الشرف، تحية إلى جمن الرجولة، تحية إلى جمن الثورة، تحية إلى جمن الشهيدة، تحية إلى جمن جمن المجيدة، وتحية إلى جمن التي قدمت دروسا لكافة السياسيين في البلاد هذه، سلطة ومعارضة وحتى مجتمع مدني. نحن اليوم لا فقط من أجل مساعدة جمنا، نحن جينا وعنوان التحرك واضح، لا لتجريم ولا لتحريم الحراك الاجتماعي، لا لتجريمه لا بالقانون ولا بالمحاكمات ولا بالتتبعات العدلية. والأخطر من ذلك، عندما تتدخل المؤسسة الرسمية الدينية في تونس، مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ يطل علينا بفتوى يحرم وحلم، يتدخل فيما لا يعنيه، وهذا خطر كبير متعلق أولا بخرقه للدستور ومدنية الدولة، ومتعلق أيضا بحق يكفل الدستور. رانا جيل مناش سهل، وانتظروا منا الجديد، ونحن مش نكون العنوان في السنوات القادمة، وراو حد ما نجمنا وعنا صواتنا وعنا أدواتنا وأساليبنا المثالية. نحن اليوم حتى نقول أن النضال أهلنا في جمنا هو نفسه نضال أهلنا في قرقنا، هو نفسه نضال أهلنا في القصرين وفرنانا والمكناسي وغيرها من نقاط البلاد المنتفضة والصامدة. لا نطيل عليكم، نحن اليوم هنا حتى نعبر عن وحدتنا، وحتى نقول لهذه الحكومة التي تعدنا وتتوعدنا بالحرام والتحريم والتجريم والسجون والمحاكمات، نحن أيضا نعدها بشتاء ساخن، شتاء ديسمبري مثل شتاء 2010-2011.